اهلا بيكم اصدقائنا وحبايبنا ومتابعينا ومشاهدينا مع حلقه جديده من موهبه العطار. النهارده هنتعلم وهنعرف عشبه جديده، عشبه مفيده، وهنعرف وصفات مهمه ليها. عشبه النهارده هي عشبه نبات السعد. هنعرف وصفه جميله للبشره وازاله الشعر ومنع ظهور الشعر، هتفيد كل نسائنا وبناتنا واخواتنا. يلا بينا. اهلا بكم مره تانية اخواتنا وحبايبنا، ورجعنا مره تانية مع عشبه جديده ووصفات جديده تهمنا وتهم كل الناس. عشبه اليوم هي عشبه السعد او نبات السعد. هو عباره عن نبات المستخدم في الجذور، نبات بيطلع في كل الاماكن وفي كل الريف بتاعنا في بلادنا، حاضن الترع والمصارف. المستخدم منه الجذور زي ما قلنا، وفوائدها عظيمه جدا. بيعالج الديدان الموجوده في المعده، بيقتلها ويطردها، بيعالج الاسهال، بيعالج القيء، بيعالج الغازات، بيعالج الام البطن، مضر للبول، بيعالج حصوات وفتت الحصوات، بيعالج سلس البول والتبول اللا ارادي، بيعالج او يستخدم في ازاله الشعر الغير مرغوب فيه في الاماكن الحساسه. ودي الوصفه اللي هتشوفها مع بعض النهارده، وصفه تهم كل الناس. اخواتنا وبناتنا بيصرفوا فلوس كتير في موضوع ازاله الشعر. هنعرفهم وصفه بسيطه بامكانيات بسيطه، مش هتتكلف 5 جنيه، هتفيدك وهتساعدك في التخلص من الشعر وعدم ظهوره مره ثانيه. تعالوا مع بعض نشوف الوصفه، نعرفها مع بعض. رجعنا لكم مره ثانيه مع الوصفه، وهنعرف الوصفه الخاصه بازاله الشعر واضعاف نموه او عدم ظهوره مره ثانيه. هنجيب 100 جرام من نبات السعد او جذور السعد، هنطحنها في الكبة او في الخلاط او نشتريها مطحونة عند العطار. ده السعد المطحون هنجيبه، وهنجيب زيت برافين بردك موجود عند العطارين وموجود في الصيدليات. هنحط كمية من زيت البرافين حوالي 50 ملي على 100 جرام السعد اللي احنا جبناه. هنقلب بالمعلقه الزيت مع نبات السعد لحد ما يتجانسوا مع بعض كويس جدا. بقى عندنا دلوقتي خليط متجانس من زيت البرافين ونبات السعد. وبرضه زيت البرافين مفيد جدا، ان هو زيت معدني برضه بيغذي البشره وبينعم البشره، واحد الزيوت المفيده جدا للبشره. قلبنا نبات السعد مع الزيت. ممكن نعمل حاجتين. الحاجة الأولى إن احنا ممكن ننقع الخليط ده لمدة أسبوع في أي برطمان إزاز في مكان مظلم، ده الحاجة الأولى. الحاجة التانية ممكن الخليط ده برضه نحطه في حمام مية سخنة لمدة ساعتين على مية، حمام مية يعني حلة جوه حلة، حمام مية سخنة كلنا عارفينه، ونغطيها مع التقليب لمدة ساعتين لحد ما نبات السعد ينزل مستخلصاته أو المواد الفعالة اللي فيه في الزيت. عملنا القصة دي، نصفيه في مصفى، ناخد الزيت النقي بدون أي شوائب ونستخدمه. نستخدمه إزاي؟ بعد عملية إزالة الشعر بالسويت مباشرة، هناخد بقطنة أو بقماشة نظيفة، وهنحط زيت السعد في مكان الشعر في الاماكن اللي احنا عايزين نزيل منها الشعر مره على مره. اول مره هنلاقي المره اللي بعديها مده ظهور الشعر الفتره زادت، تاني حاجه كميه الشعر او كثافه الشعر في المناطق دي قل، المره اللي بعديها هنستخدمه مره تانيه هنلاقي برضك كميه الشعر قلت. كل مره من استخدام السعد هيبدا يقتل البصيلات الخاصه بالشعر في الاماكن دي ويمنع نموها مره تانيه. يعني هو هيفيدنا ان الشعر مدة ظهوره هتبقى مدة طويلة، من فترة لفترة مدة طويلة. الحاجة التانية ان هو بصيلات الشعر نفسها اللي هي في الاماكن دي هتضعف مع الوقت وهتموت مع الوقت، بحيث ان الشعر مش هيطلع مرة تانية، ولو طلع هيبقى شعر خفيف جدا زي شعر اطفال. وصفة مفيدة، وصفة جميلة، مش بتتكلف كتير، نقدر نعملها كلنا، هتفيدنا وهنستفاد منها. ويا رب نكون افدناكم ووصفاتنا تعجبكم. عايزين تعليقاتكم وعايزين شير عشان الوصفه توصل لكل الناس وكل الناس تستفاد.
كنا سعداء بلقائنا معاكم، وكان معكم أبو هبة العطار. السلام عليكم.